بالظبط قدامك بالظبط، امتار وده سلاح الفرق الكبيره كده. لا ودي فلسفه العالم كله اللقطه دي بيلعب جميله بيها بقى دلوقتي. اللقطه دي يعني فعلا جمهور الاهلي يعني فعلا ده احسن جمهور، فعلا الحقيقه مش يعني زمان بيقول احسن بغض النظر جمهور. طبعا سبيشال نيد، فبالتالي يعني حبه للنادي ووجوده في المكان ده وتفاعله مع الهجمه يعني حاجه جميله جدا جدا احيانا جدا. اللعيبه لازم تموت نفسها تموت عشان نفسها طبعا يا كابتن، بجد ده يعني ده انت قافله، ده عشان تسعده قافله والله، ده في كل مباراه انا ما والله بخش في برج العرب ولاقيه موجود وهو بيندي علينا واحد واحد وبياخدنا بالحضن، وحاجه بيدينا امل كده وبيدينا حياه تانية، هو اللي بيبث فينا الروح الحقيقه اول ما بنشوفه في وسط المباريات. طبعا مفيش كلام كابتن شريف خليك.